عبد العزيز بوبكير كاتب ومترجم جزائري من مواليد تكسانة بولاية جيجل، خريج جامعة سان بيترسبورغ أيام الاتحاد السوفيتي، شغل مناصب عديدة منها رئيس دائرة السمع البصري بمعهد علوم الإعلام والاتصال، مدير معهد التعليم المكثف للغات بجامعة الجزائر. كتب في الجرائد والمجلات التالية: الأهرام المصرية، جريدة الخبر، الخبر الأسبوعي، الشروق الثقافي، جريدة السلام، إلى آخره.